أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن عدد النازحين قد يصل إلى 1 مليون شخص من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، مؤكدا أن النزوح الحالي قد يكون الأكبر في تاريخ لبنان. وفي تصريحات له عقب اجتماع اللجنة الطوارئ الحكومية، طالب ميقاتي بوقف إطلاق النار على كل الجبهات ليحل الأمن والاستقرار في المنطقة. احنا دائما عم نقول وقف إطلاق النار على كل الجبهات، يجب أن توقف وقف إطلاق النار خلص، يعني حتى بغزة اليوم من أول يوم كنا عم نقول إذا وقف إطلاق النار من 7-8 أشهر نحن عم ننادي وقف إطلاق النار بغزة، يوقف الإطلاق النار بلبنان تلقائيا، يعود السكان إلى شمال إسرائيل وتعود الأمور كما هي، ونحن نأخذ وقت لحتى نقدر نطبق 19-01 كامل. هيدا نداءنا أنه يصير في وقف إطلاق النار على كل الجبهات لحتى حقيقة يحل الأمن والاستقرار بلبنان.